منذ دخول الحجر المنزلي حيز التنفيذ وغلق المطاعم والمحلات التجارية، تزايد الطلب على مواد واسعة الاستهلاك. وبالموازاة مع هذا، تجند العديد من المؤسسات المتخصصة في خدمة التوصيل إلى توزيع مختلف المواد قبل ساعة الحجر المنزلي. تحولنا في الظرف الحالي الذي يتزامن وأزمة كورونا إلى إيصال المواد الاستهلاكية ومواد التنظيف إلى كل ولايات البلاد. أطلقنا عدة مبادرات كتلك المتعلقة بالتوصيل المجاني إلى المستشفيات عبر التطبيق الخاص بمؤسستنا، كما نوصل الطلبيات مجانا إلى سكان العاصمة، وذلك قبل بدء أوقات الحجر الصحي. بكبسة زر على هذه الأرضية الإلكترونية يسهر هذا الفريق على توفير الطلبيات لإرسالها إلى الزبائن. بعدها تبدأ مهمة عادل أحد الموزعين، فيحضر الطلبية ليوصلها إلى أصحابها، مع التقيد بوسائل الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا. يعطيك صحة أخي. احنا نخدمه ليل ونهار باش نسيو نلحقوا السلعة هادية لك اليوم بلا ما يخرج لبرا. راك شفت كيماش تدوكا، كاين كلش متوفر عندنا كاع لي ميزان، كاين لي غون، كاين لي بافات، عندك جال هيدروليك هاوليك تسمى هادي تستعمل على جال نوقود وكدايا جينيرال، عندك المسافة الأمنية بينك وبين الكليون تاع 2 متر 3 متر ما تقربش ليها، تحط له الكولي تاعو قدام باب دارو هو يرفد. توصيل المواد الأساسية إلى المنازل في مثل هذه الظروف الاستثنائية يقلل من مبررات التنقل والاحتكاك المباشر، وقد يساهم في كبح انتشار وباء فيروس كورونا في الجزائر.